هنيجي نعمل كيكة تفاح اقتصادية، تفاحة واحدة هعمل بيها كيكة تجن بجد. الكيكة دي هعملها يا إما هعملها كلها على بعضها حتة واحدة، يا إما هعملها بولات كده زي ما انتوا شايفين. البولات معايا قبل ما أقول المقادير. اه ماشي، هنطلع دلوقتي هنقول المقادير بتاعتنا. تفاحية واحدة هستعمل تفاحة خضراء، بيضة، فانيليا، نص كوباية لبن، معلقة كبيرة زبدة، معلقة زيت، ومعلقة متوسطة بيكنج باودر، 5 معالق سكر، 6 معالق دقيق، ومعلقة قرفة. معلقة قرفة كبيرة بقسمها 2، نصها في التفاحة ونصها في السيرب بعد كده. خلاص دي المقادير بتاعتنا. عايزة اقول لكم حاجة، الكيكة دي سكرها مش كتير. الناس اللي بتحب السكر كتير قوي هقول لكم في الاخر ممكن نعمل ايه عشان نزود سكرها. دي سكرها مايلد متوسط، يعني هي بتبقى حلوة، سعراتها بتبقاش كتير. انت ممكن تبدلي الزبدة بكلها زيت. خلاص ادي البولات اللي انا هستعملها. البولات دي هعمل فيها انا دلوقتي الكيكة، المقدار بتاعي، وممكن تعمليه في صينية عادي. هاجي اقسم التفاحة 2 بقشرها زي ما هي. اوكي، نصها هبشرها، هبشر التفاحة بقشرها زي ما هي علشان احطها في المقدار. طبعا ابعد عن البذر وخدي بالك من صوابعك اهي. اوكي، ادي بشر التفاحة، نص التفاحة. اوكي، هنزل اللي هنا واللي هنا. يبقى ده نص التفاحة اللي هيتبشر يا ام ياسر. السلام عليكم، ازيك؟ ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ عايزين بس الحمد لله يا حبيبتي، عايزين طريقة التورتة عشان عيد ميلاد بنتي، واقول لها كل سنة وهي طيبة. وهي طيبة، كل سنه وهي طيبه. وايه؟ ادم وعسل، بقول لها كل سنه وهي طيبه ما شاء الله. ربنا يخليهم لها ويخليهم لك يا رب، من عينيا الاثنين. يا رب يخليك يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. هاجي بقى بصوا النص الثاني هعمله شرايح رفيعه. بعد كده هكون وصلت للقلب، هشيل البذر ده كده اهو وارجع اكمل شرايح. هحطها في قعر البولات بتاعتي. يبقى انا التفاحة قسمتها 2، نص بشرته ونص قطعته سلايسز ترانشات. خلاص اهي رفعها، ده السمك بتاعها. بصوا السمك بتاعها رفيعة. اوكي، هاجي بقى اعمل خلطة المقادير بتاعتي. البضاية مع الزيت والزبدة، فانيليا، اهي هحط اللبن. بسم الله. القرفة احنا قلنا نص المعلقة هيتحط هنا، بيكنج باودر، وبشرة تفاح اللي هي نص تفاحة. هيبقى فاضل عندي الدقيق، مش هحطه بالمضرب السلك، هعمله بالسباتشولا. الدقيق، بسم الله، مش محتاجة خلاط ولا مضرب ولا أي حاجة. وادي السكر. سهلة وبسيطة وسريعة، مفيش أسرع من كده. لو أنت عايزة تعمليها تورتاية، أنت ممكن تعملي مقدارين منها، وكل واحدة علشان المدام اللي كانت بتسألني دلوقتي على التورتة، وهقولك بقى تعملي لها صوص إزاي. أنا أدي الخلطة بتاعة الكيك. هجيب بقى شوية زبدة علشان ابطل القوالب، وهاجي بالفرشه بدهن القوالب كويس قوي
او الصينيه. لو انت عايزاها تورتايه هتعملي صينيتين كل واحده 22 من يعني كل مقدار يعمل لك صينيه 22 هيتحطوا فوق بعض. وهقول لك دلوقتي تعملي في النص ايه حشوه وتعملي صوص ايه. بدهن الزبده كويس قوي القوالب علشان تقلب معاكي ويبقى شكلها حلو. ممكن تاكليها بالمعلقه فيها. انا هعمل اتنين في الفرن وهعمل واحده في الميكرويف. في الميكرويف هي بتاخد دقيقه ونص بس، دقيقه ونص وبتبقى معاكي الكيكه تحفه وزي الفل. شويه سكر اهو، هرش شويه سكر، ادي شويه سكر عشان يتكرمل معايا اها اوكي. وهجيب بقى شرايح التفاح اللي انا قطعتها وهحطها كده اهي، مفيش اسهل من كده. هو المقدار هيعمل لي اربعه كمان مش بس ثلاثه اهو اوكي. وهبتدي انزل بالخلطه بتاعت الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مش للاخر، هي هتعمل لي اربعه لان دي بوله كبيره. احنا دهنا ثلاثه بس، ما تزوديش علشان ما تنفش معاكي قوي. هنعمل الرابعه بقى جوه اهي كده اهو، ادي خلص. وبقيت التفاحه اهي علشان الرابعه، يعني هي بتعمل لي اربعه كده ما شاء الله تفاحيه واحده. هعمل ايه؟ هحط واحده دقيقه ونص في الميكرويف. بسم الله الرحمن الرحيم، دقيقه ونص. وهحط الاثنين التانيين في الفرن. هتاخد في الفرن 8 دقايق مش اكتر. يعني لو انت بالليل بقى نفسك في حاجه حلوه وسريعه، حاجه تدفي، ولو ان الايام دي الجو دافي بس هي فظيعه، ريحه القرفه دلوقتي هتضرب في الاستوديو كله. دي كيكه القرفه. انا قلت لكم سكرها مش كتير، لو عايزه بقى سكر كتير فيها وتبقى مسكره قوي هتجيبي شربات عادي، شربات الكنافه، و هتخلطيه بقيه معلقه القرفه وهتقلبيهم وهتسقسقيها بعد ما تطلع بالشربات ده. يا سلام هتبقى فظيعه. احنا نقول الشربات قبل ما نطلع فاصل، سوري نقول المحشي. المحشي عشان بعمل الشربات. اوكي المحشي، اول حاجه لازم تعملي تخديعه حلوه للمحشي خلاص. والحكايه دي انا هعملها لكم الاسبوع الجاي برضو علشان نبقى عاملينها على الهوا. تخديعه المحشي، بشوح البصل، ما بعملوش نايف نايف، بشوح البصله كويس، بشوحها في معلقه زبده، معلقه سمنه، شويه زيت، المهم البصله تبقى ذهبي ريحتها تطلع اوكي. بعد ما بشوح البصله كويس قوي بنزل عليها بطماطم مبشوره ومعلقه صلصه واخليها تتخدع خمس ست دقائق. احط بهارات مشكله بتدي المحشي طعم فظيع، فلفل اسود بعد ما اطفي عليهم، وازود الرز بقى هنشوف ال بسم الله الرحمن الرحيم اهي استوت سخنه. احمد هتالي عايزه تتمسك بحاجه. احنا قلنا شوحنا البصله وحطينا عليها الطماطم المبشوره وصلصه الطماطم وخليناهم يتخدعوا، وحطينا البهارات والفلفل، وبعد كده اهو بحط الرز والخضره بعد ما اطفي النار خلاص. بقلبهم كويس قوي واحشي مثلا لو ورق عنب او كرنب. هقول لك على تركايه عشان ما افتحش منك، عشان اغلب الناس المحشي بيفتح منه. اهم حاجه انا بحطه على النار 10 دقايق او ربع ساعه من غير اي سوائل خالص، من غير اي شوربه او اي ميه خالص، بيمسك في بعضه. هو هينزل ميته، الطماطم فيها ميه والخضره فيها ميه، البهارات والملح ومعلقه سكر لو عايزه في التخديعه بتاعه الطماطم بتبقى تحفه. الميه بتاعته هتنزل وهيمسك في بعضه، فهتلاقي لما بتزودي الشوربه بعد كده اهو بتزوديها الاول المحشي، هتلاقي نازلك زي التورته كده بتاعت الرز اللي عملناها النهارده. هعمله لكم قريب ان شاء الله ورق العنب، وهعمل لكم كرومب واوريكم ازاي نعمله. المحشي العادي بحط عليه المرقه مغليه،
مرقه بغليها، وطبعا والكرنب والورق العنب، بس انا بحط على المحشي العادي من الاول، بغلي المرقه وشويه صلصه صغيرين ورشه بهارات، ممكن معلقه قشطه فيهم، بتدي طعم، بيودي المحشي في حته تانية. يغلو واروح صباها على المحشي، ولما يغلي كويس قوي ابتدي اوطي عليه علشان يستوي معايا. جربيه وقولي لي طلع مع مامتك ازاي. هروح لفاصل، بس انا عايز قبل الفاصل اوريهم. ادي الكيكه استوت، دقيقه ونص في الميكرويف استوت اهي، بس انا عايزه انضف هنا قبل ما اجيبها. خلاص احنا نطلع لفاصل، نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. عملنا ايه النهارده؟ عملنا رز دبابيس الفراخ والخضار، قلبناه زي التورتايه اهو، شوفوا شكله حلو قوي قوي لو عندكم تشوف. عملنا كيكه بالتفاح بتفاحيه واحده، دي الصينيه اللي اتعملت، والقالب ده برده بمقدار واحد، وعملنا اربعه من الصغيرين اللي انا حطيتهم نقلتهم الميكرويف عشان اهو عشان نخلص بسرعه. ممكن تقدميها في البول كده وتنضفيها، وممكن تقلبيها زي ما انا قلبه الصغيره دي اهمت، بس طبعا هسلكها كده علشان تتقلب معايا بسهوله. زي ما قلت لكم النهارده وقلنا امبارح، اللي عندها مامتها او حماتها او اي حد كبير في السن، جده يعني، تطلع معانا في الحلقات ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي. يا ريت تكلمونا، تتواصلوا معانا على ارقام التليفونات بتاعتنا او على الفيسبوك على الحياه تي في او على صفحتي، ابعتوا لنا علشان تطلعوا معانا. الامهات بتاعتنا كلهم وجدات ربنا يديهم الصحه، يدونا نصايحهم ووصفاتهم في الاكل التقليدي، الاكل اللي كلنا بنحبه. هي سخنه اهي، بقلبها بسم الله. انا عايزه اوريكم، اشيل ده، ايوه هشيله بقى، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده اهو، هحط لها بقى بصوا شويه قرفه صغننين، ادي شويه قرفه صغيرين. ولو انت عايزه السكر كتير، لحظة اهو الشربات اللي بالقرفة، مش عايزة اقول لكم بقى كده اهو، بتبقى فظيعة. لو انت عايزاها تورتة يا ام ياسر كلمتينا، احشي اعملي اتنين كده وتفاحتين مكعبات عليهم شوية سكر وقرفة، واطبخيهم على النار وحطي بينهم الصوص ده وبالشربات، قاعد اعمليها بالمنظر ده، هتطلع معاكي تورتايه حلوه وبسيطه وسهله وما تاخدش منك اي وقت.